أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة وإليكم العناوين. العربي الجديد اللندني ظريف في بغداد، رسائل للكاظمي والميليشيات وواشنطن. الشرق الأوسط غليان مناخي وشعبي جنوب العراق. وفي تقرير للوطن القطرية نذر حرب باردة جديدة بين الصين وأمريكا. من المقالات يكتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية: معركة الكاظمي ضد الميليشيات واحدة وإن تعددت العناوين. ويكتب عبدالله الأيوبي في أخبار الخليج البحرينية: معركة المنافذ والتصدي للفساد. التفاصيل بعد لحظات. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الولايات المتحدة تؤكد عدم نيتها سحب قواتها من العراق، قاطعة الطريق على القوى السياسية القريبة من إيران والتي سنت تشريعا برلمانيا يدعو حكومة بغداد إلى إخراج القوات الأمريكية، ولا تزال تضغط لمناقشة تنفيذه خلال الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي. عنونت صحيفة العربي الجديد اللندنية ظريف في بغداد، رسائل للكاظمي والميليشيات وواشنطن. تقول الصحيفة: يقرأ سياسيون عراقيون زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى العراق على أنها تحمل رسائل متعددة، من أبرزها استمرار إيران بتحشيد أنصارها في العراق ضد أمريكا، وأن الزيارة موجهة لحكومة الكاظمي عن معلومات بتورط شخصيات عراقية في عملية اغتيال سليماني. وإلى صحيفة الشرق الأوسط غليان مناخي وشعبي جنوب العراق. تقول الصحيفة: ظروف المناخ الصعبة وملامسة درجة الحرارة سقف 50 درجة مئوية في محافظة ذي قار لم تمنع من خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين في أحدث موجة من الاحتجاجات، مرددين هتافات منددة بسوء الإدارة والفساد ونقص الخدمات. وعرف عن ذي قار أن فيها أكثر الناشطين شراسة في مواجهة الأحزاب الموالية لإيران، وقاموا بحرق مقرهم ولم تجرؤ تلك الأحزاب على إعادة فتحها. أما صحيفة القدس العربي فعنونت: محللان عراقيان يقللان من قدرة الكاظمي على استعادة المعابر الحدودية، حيث قلل خبير الشؤون الأمنية مؤيد سالم من خطوات الكاظمي بقوله: أصبح عمل هذه العصابات في المنافذ الحدودية بشكل رسمي، لأن قائد الرد السريع الذي أوكل إليه الكاظمي المهمة هو قائد ميليشياوي مقرب من طهران. من جهته يقول الباحث والمحلل السياسي عبد القادر النايل: من يريد أن يتخذ خطوات فعالة لا بد من السيطرة على ميناء أم قصر ومنفذ الشلامجة الاستراتيجيان اللذان تستخدمهما إيران وميليشياتها في تهريب الصواريخ واستهداف دول الجوار. وإلى صحيفة كل الأخبار العراقية: حكومة إعلام أم منجزات الكاظمي وسطوة الميدياقراط. تقول الصحيفة: أغلب الذين شغلوا مناصب العمل البارزة في الحكومة الحالية قادمون من جهات إعلامية. ويشير الأكاديمي هاتف الركابي إلى أن حكومة الكاظمي ستبقى حتى عام 2022 ولا تستطيع مطلقا إقامة الانتخابات المبكرة، والكاظمي يتصرف كرئيس وزراء دائمي. أما فيما يتعلق بالخدمات فلم نرى أي تغيير ملموس، فضلا عن عدم تقديم الفاسدين إلى العدالة. وفي الشأن الدولي تقرير للوطن القطرية: نذر حرب باردة جديدة بين الصين وأمريكا. ويصف التقرير المشهد أنه صار أشبه بحرب باردة جديدة في ظل تصاعد منسوب التوتر بينهما، وسط توقع أن يبقى خطر المواجهة ماثلا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رنمين الصينية جيين هونغ: من الصعب توقع المدى الذي سيبلغه تدهور العلاقات، مبديا اعتقاده أن الخصمين شرعا في الانتقال إلى حرب باردة جديدة. أما في واشنطن
فإن الطبقة السياسية تخطت الأمل القديم بأن يؤدي مسار العولمة إلى إدخال تغييرات على النظام الحاكم في الصين. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات يكتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية: معركة الكاظمي ضد الميليشيات واحدة وإن تعددت العناوين. يقول السامرائي: يبدو أن الكاظمي ذهب إلى خيار غير صدامي مع الميليشيات المسلحة بتراجعه أمامها بعد فشل عملية ليلة القبض على خلية الكاتيوشا في منطقة الدورة ببغداد، رغم علمه المسبق بما تمتلكه تلك الميليشيات من إمكانات التحدي الفوضوي الذي يهدد منصبه. وتمكنت الميليشيات من اختراق النظام المركزي للرواتب الحكومية. ويرى السامرائي بأنه لا مفر أمام الكاظمي من الصدام والوصول لنقطة المواجهة. ويكتب عبد الله الأيوبي في أخبار الخليج البحرينية: معركة المنافذ والتصدي للفساد. ويرى الأيوبي أنها ليست بالمعركة الهينة، بل هي واحدة من المعارك الثقيلة، فهذه الأحزاب أسهمت في إضعاف الدولة العراقية وتهميش دورها، وهذه الآفة نخرت مصالح الشعب العراقي وألحقت أضرارا وأسهمت في الفقر وانعدام الخدمات التي يفتقدها المواطن العراقي. أخيرا يتساءل إياد أبو شقرة في الشرق الأوسط: هل يحتفظ دونالد ترامب بمفاتيح البيت الأبيض؟ يقول الكاتب: رغم المشاعر السلبية عند كثيرين إزاء الرئيس ترامب، فإن إعادة انتخابه قبل 12 شهرا كانت مرجحة. ويضيف بالقول: الوقت ما زال مبكرا للجزم بأن ترامب مهدد، إلا أن اضطراره أخيرا لتغيير مدير حملته الانتخابية يأتي دليلا على وجود قلق متزايد عنده بأن رسالته لمناصريه ما عادت تصل كما كان يتوقع. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عامر الدليمي، أستاذ القانون الدولي. أرجو تفضلكم بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أرحب بالدكتور عامر الدليمي، أستاذ القانون الدولي من اسطنبول عبر سكايب إلى حوار أسبوع الصحافة. مرحبا بك دكتور عامر معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ إحسان، وأيضا أهلا بكادر الرافدين الممتازين عملا وإيداء، وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. أهلا بك. دعنا نبدأ دكتور من عنوان صحيفة العرب اللندنية: الولايات المتحدة تؤكد عدم نيتها سحب قواتها من العراق قاطعة الطريق على القوى السياسية القريبة من إيران. ما الدلالات التي يحملها عدم الانسحاب الأمريكي من العراق برأيك؟ ابتداء القول أن أمريكا جاءت العراق وفق تخطيط استراتيجي لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، ولذلك أيضا من غير الممكن أن
من غير الممكن أن تتخلى عن هذه المصالح، مع أنها بذلت أو تعرضت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة. لذلك أمريكا مع هذه الخسائر التي تعرضت لها في العراق لا يمكن أن تسمح لنفسها الانسحاب، ولا يمكن أن تخسر في هذا الموضوع أمام ميليشيات ضعيفة بسيطة، أو هي من جهزتها ودربتها وأنشأتها. وعليه إذا فرضا أن أمريكا تنسحب من العراق وتحت تهديد وضغط الميليشيات، معنى أنه انهزمت عسكريا، وبنفس الوقت أنه لا تسمح لنفسها أن تنهزم عسكريا أمام الميليشيات كما قلت هي من صنعتها، أو أنها تتخلى عن مصالحها السياسية والاقتصادية، وخاصة بالعراق من الناحية أنه العراق يمتلك ثروة كبيرة معدنية وغير معدنية إلى آخره. فلهذه الأسباب أكو هناك دلالات عدم انسحاب أمريكا من العراق. الدلالات هي كالآتي: أولاً هزيمتها من العراق أمام ميليشيات وهذا ما لا تسمح له. اثنين، أنه تخلي عن مصالحها وهذا ما لم تسمح به. ثلاثة، أنه أمريكا نصبت شبكة دفاع صاروخية للدفاع عن سفارتها وهي من أكبر السفارات بالعالم. ثم أيضاً أمريكا أيضاً الحقيقة عززت قواتها في القواعد الموجودة، عززتها عسكرياً. لهذه الأسباب لا نستطيع أن نقول أن أمريكا سوف تنسحب من العراق. اثنين، لو فرضاً أن أمريكا خرجت من العراق، معناته أنه ستكون المصالح الأمريكية في الخليج مهددة بالخطر من قبل الميليشيات الطائفية ومن قبل إيران، وخاصة العراق مجاور إلى دول الخليج العربي بالذات السعودية والكويت إلى آخره. من كل هذه الأمور نستطيع أن نقول أن أمريكا لا تسمح لنفسها الانسحاب من العراق، لأنه انسحابها خسارة كبيرة عسكريا وسياسيا واقتصاديا. نعم دكتور، كيف تنظر إلى مجريات الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي؟ في العلاقات السياسية الدولية لكل دولة من حق أن تقيم حوار لكي تبحث عن مصالحها الوطنية الاقتصادية والسياسية والأمور الأخرى، وبشرط أن لا يكون هذا الحوار عبارة عن إملاءات أو اختراق لسيادة الدول في أمنها الوطني. وعليه ممكن أقول أنه ممكن أن نذهب إلى حوار استراتيجي أو تفاهمات مع أمريكا، بشرط أنه لا يمكن لأمريكا أو لا نقبل لأمريكا أو لا نسمح لأمريكا بخرق السيادة الوطنية أو انتهاك سيادتنا العراقية أو إقامة إملاءات لكي تملي علينا وبالتالي يكون طرفاً متنفذاً فقط. وأيضاً أستطيع أن أقول لا بس من يكون هناك حوار مع أمريكا، العراق مع أمريكا، لإعادة العراق على وضع الطبيعي كما كان، لأنه الحقيقة أمريكا دمرت المنشآت والبنى التحتية والمعامل وإلى آخره. فلا بس أن أمريكا تعوض العراق وتعود بناء ما دمرته جراء الحرب الظالمة، فإذا لا بأس من إقامة حوار أمريكي عراقي بشرط عدم إغراق السيادة وعدم وجود إملاءات وإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي. دكتور، نتحول إلى عنوان صحيفة العربي الجديد اللندنية: ظريف في بغداد، رسائل للكاظمي والميليشيات وواشنطن. ما حيثيات هذه الرسائل؟ الحقيقة زيارة ظريف وزير خارجية إيران للعراق لها مدلولات كثيرة ومتعددة. أستطيع أن أقول أنه الوقت يكون فيه العراق على مفترق من الطرق، لأنه العراق في سياسته المعلنة الانفتاح على الدول العربية، على دول الجوار بالذات الخليج، وكأنك لأنه العراق هو عضو مؤسس في الجامعة العربية. ولكن ظريف إجا حاول أنه منع الكاظمي من زيارة للسعودية وإقامة علاقات أخوية عربية عراقية فيها تبادل المصالح الاقتصادية إلى آخره. والملاحظة الأخرى أنه ظريف في جدول زيارات أنه عندما يقابل الكاظمي رئيس الوزراء أنه سوف يقابل هادي العامري والحكيم وفاري الفياض. هذه فيها رسالة، الرسالة أنه ظريف جاء لدعم هذه الميليشيات وأحزابها وقادتها سياسيا وعسكريا، وأيضا هي إشارة للكاظمي أنه الإقلاع
عن خطواته باتجاه المنطقة العربية أو باتجاه إقامة علاقات اقتصادية عراقية عربية. وهناك وسائل الإعلام أن هناك أساس أن ربط العراق بشبكة كهرباء خليجية، وأن هناك محاولة لفتح خط أنبوب النفط العراقي الذي يمر من السعودية حتى البحر الأحمر. هذا رسالة طريف، هي مجملها أنه تحذير للكاظمي أنه إبعاده الكاظمي عن محيطه العربي، وأيضا ضعف الميليشيات والأحزاب السياسية المرتبطة بالولي الفقيه عسكريا وسياسيا. أيضا دكتور في ذات الشأن تقول العربي الجديد: الزيارة موجهة لحكومة الكاظمي عن معلومات بتورط شخصيات عراقية في عملية اغتيال سليماني، هل فعلا هناك شخصيات عراقية متورطة بمقتل سليماني؟ أنا أريد أقول سليماني الحقيقة له نفوذ سياسي وعسكري واسع، ليس فقط في العراق وإنما في العراق وفي سوريا ولبنان، وأنه استطاع أنه يحصل على تأييد شعبي إيراني من خلال أنه سيطرته على الأحزاب أو الميليشيات وتوجيهها بما يريد بما مصلحة وفق مصلحة إيران. وبالتالي فأنه يمتلك معلومات، قاسمي يمتلك معلومات سياسية على مستوى من الخطورة، معلومات اتفاقات سرية بين إيران وبين أمريكا، واتفاقات سرية بين حزب الله وبين إسرائيل. وهذه المعلومات حتى أنها تشير إلى أنه تورط حزب الله اللبناني بمقتل رفيق الحريري. إذن قاسم سليماني له تأييد شعبي واسع وله السيطرة وصاحب نفوذ في العراق وسوريا ولبنان، لذلك فتخشى القيادات الإيرانية من أنه قاسم سليماني يكون في المركز القيادي الأول، ربما حتى بعد خامنئي، أو ربما يعني يبعد خامنئي عن دست الحكومة، لأنه يمتلك شعبية واسعة داخل إيران وأيضا له نفوذ واسع في العراق وسوريا داخل. إضافة لهذه المعلومات السرية التي تكون يفترض على مستوى عائمة سرية هو من يمتلكها، لذلك للتخلص منه من قبل إيران يعلم إفشائها الأسرار، وربما باتفاق أمريكي إيراني لتصفية سليماني جسديا. طيب في زاوية مقالات يكتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية: معركة الكاظمي ضد الميليشيات واحدة وإن تعددت العناوين. يرى السامرائي أنه لا مفر أمام الكاظمي من الصدام والوصول لنقطة المواجهة مع الميليشيات. برأيك هل سيتواجه الكاظمي مع الميليشيات المدعومة إيرانيا؟ الحقيقة لو نأتي للحقيقة الأمر أنه الكاظمي يجري بتوافق إيراني أمريكي، ولذلك دائما ما يحاول أنه يقيم علاقات مع قادة الميليشيات الإيرانية في العراق كهادي العامري وعصاب الحاق وإلى آخره، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرار بإضعاف أو إنهاء هذه الميليشيات إلا في حالة أنه دعم، هناك دعم أمريكي مباشر قوي بحيث تستطيع أن هذه القوى أن تدعمهم إلى آخره. إذن هناك عملية جذب وشد بين أمريكا وبين الميليشيات والتي تدعمها إيران. إذن هذا الموضوع يعتمد على دعم الكاظمي دعما قويا مباشرا من قبل امريكا، لا يستطيع انه يحجم دور الميليشيات. ايضا دكتور في صحيفه الشرق الاوسط عنوان: غليان مناخي وشعبي جنوب العراق، وان ظروف المناخ الصعبه في محافظه ذي قار لم تمنع من خروج الاعداد الكبيره من المتظاهرين المنددين بسوء الاداره والفساد ونقص الخدمات. ما مستقبل الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد فساد السلطة في العراق؟ أريد أقول بشكل صريح وواضح وباختصار، هذه الاحتجاجات الشعبية في الجنوب والانتفاضات السلمية لم تكن
تشمل فقط المنطقة الجنوبية وإنما كل العراق. العراق حاليا يعاني من مشاكل ومأساة كبيرة وكثيرة، وشمال وجنوب وشرق العراق. والحقيقة هناك ضعف في الخدمات للشعب العراقي، وبنفس الوقت هناك استفادة مصالح الميليشيات والأحزاب السياسية. نعتقد أن الخلاص من هذا الوضع المأساوي الذي يمر بالعراق ومن الناحية القانونية لا بأس أن يكون تدخل دولي إنساني لإنقاذ العراق من المحنة فيه، وباتفاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وهذه الحالة التدخل الإنساني الذي يكون موافق للأمم المتحدة ومجلس الأمن صارت حالات كثيرة، كما تدخل في كوريا الشمالية والبوسنة والهرسك وساريفو. في هذه الحالة ممكن يجد العراق عافيته ويخلص من الميليشيات الطائفية وانتهاكها للقانون والقتل واحتقال المواطنين والمتظاهرين السلميين. طيب دكتور، ننتقل إلى صحيفة القدس العربي التي عنونت: محللان عراقيان يقللان من قدرة الكاظمي على استعادة المعابر الحدودية. وقد أوكل المهمة لقائد الرد السريع وهو قائد ميليشياوي مقرب من طهران. إذن كيف تتم السيطرة على المنافذ الحدودية بهذا الاختيار؟ لا يمكن السيطرة على المنافذ الحدودية، والمنافذ الحدودية تعطي العراق موردا اقتصاديا كبيرا مهما يساعد في تنمية اقتصادية. ولكن عندما يكلون هذه المهمة لضابط ميليشياوي، بالتأكيد هذا الضابط الميليشياوي سوف يفضح أوامر الميليشيا المرتبط بها وليس بالقرارات رئيس الوزراء أو غيره. وعليه إذا أراد الكاظمي فعلا وجادا أن يضبط السيطرة على المنافذ الحدودية أن يرشح أو ينتخب ضابط عسكري كفو عنده قابلية إدارية عالية ومستقل، بحيث يستطيع أن يؤدي المهمة في ضبط المعابر الحدودية. وإلا إذا وقت الحالة على الميليشيات وعلى الضباط الدمج وعلى الضباط الذي ينتمون إلى الميليشيات، سوف لن تكون هناك خير العراق، ولم نستطيع أن نحافظ على الموارد العراق الاقتصادي. دكتور، صحيفة كل الأخبار العراقية عنونت: حكومة إعلام أم منجزات الكاظمي وسطوة الميديا قراط، وأن أغلب الذين شغلوا مناصب العمل البارزة في الحكومة الحالية قادمون من جهات إعلامية. برأيك لماذا أكثر الكاظمي من الإعلاميين في فريقه المقرب؟ من المعروف أن الإعلام له تأثير واسع على اتجاهات وتغيير الرأي العام، لذلك الإعلام الكاظمي اللي يريد يسوق للعالم على أنه سوف يقوم أو حاليا يقوم بإنجازات خدمية لصالح الشعب، والحقيقة لم نشاهد أن هناك إنجاز فعلا على الأرض يخدم الشعب، والشعب ما زال أنه في محنة، لا كهرباء ولا مي ولا أمن ولا استقرار. وإنما الإعلام يسوق للكاظمي لإيهام الشعب بدعايات غير صحيحة، أو مثل ما يقال ببالونات إعلامية بأنه رجل سوف يغير وسوف يعمل وسوف ينتج وسوف وسوف إلى آخره. ولكن كل هذه الأمور هي عبارة عن إعلانات. في ختام هذا اللقاء أشكرك دكتور عامر الشكر الجزيل. شكرا جزيلا أستاذ إحسان، وشكرا للفضائية ولكادرها والمشاهدين الكرام، وشكرا جزيلا وبارك الله بكم. مشاهدينا، كان معنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عامر الدليمي أستاذ القانون الدولي. إلى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة، لكم أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.